السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. استكمالا لمواضيع السابقة هنوريكم الحمام التعبان، وبعد كده هنقول لكم موضوع النهاردة ايه. وموضوع النهاردة فيتامين ب وفوائده للحمام وهنعطيه ازاي وبيعطى عشان ايه. تعالوا الاول نشوف الحمام التعبان. بس قبل ما نشوف الحمام التعبان، من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. يلا بينا. ده طبعا الحمام اللي في العزل، في اللي منزل دماغه خالص اهوت، في بعد واحد حالته اتحسنت. هنشوف الجوز دول برضو، احنا قلنا ان ده تعبان خالص اهو، وده يعني معقول بياكل لوحده، لكن ده لازم احنا نأكله كل يوم. في كمان الكام حمامة دول، شوف اللي مش قادر يتحكم في رقبته، احنا هنعمل معاه ايه النهاردة، نأكله ازاي ونعطيله الدواء ازاي. طيب هو الحمام اللي احنا هنأكله، الحمام الكبير اللي هو مش بيعرف ياكل، الحمام التعبان، احنا بنأكله ايه؟ اللي السؤال اللي سألته، ايه الخلطة اللي انت بتعملها له دي عبارة عن ايه؟ امبارح سألت السؤال ده. نشوف الخلطة اللي هي علف الدجاج، ده في حالة لو مفيش الاكل اللي هو التأكيل الميكس، ده علف الفراخ اللي هو 23% للكتاكيت، بنجيبه للكتاكيت اللي هو زي ده. انا بحط شوية، وتراعي ان انت تحط المية قدهم 4 اضعاف، يعني ان حطيت كوباية صغيرة زي كده مثلا، انا مجهز طبعا الخلطة. لو انت هتحط كوباية زي كده، تحط قدامها عليها 4 كوبايات مية، لان ده بيمتص مية كتير جدا عشان ما يضرش الحمام. طيب هو انا مجهز الخلطة اهو، انا مجهزها، لكن لسه هنشوف هنحط عليها ادوية ايه. لكن احنا هنبدأ بقى موضوع فيديو النهاردة، الموضوع الاساسي اللي هو فيتامين ب. فيتامين ب اهوت للحمام، معانا الامبولات ومعانا دواء شراب اللي هو فيتامين ب 12 اللي كل الناس عارفينه. نبدأ نشرح ايه الموضوع النهاردة وايه الفرق. طبعا كلكم تابعتوا معايا من البداية كام فيديو اللي فاتهم، الحمام اللي مات والحمام اللي عالجناه تنفسي وبعد كده قلب بسالمونيلا، وطبعا بعض السالمونيلا الحالات الشديدة اللي هي برة اللي قلبت بروشة، او الحمام المهزوز اللي فيه هزة يعني. طيب هو فيتامين ب بنعالج بيه ايه للحمام اللي مش قادر يقف على رجليه، او الحمام المروش اللي زي اللي برة او فيه هزة عموما؟ يبقى فيتامين ب زي ما قلنا في منه انواع كتير. فيتامين ب اصلا بيجي من الخضار الطازج، فيتامين ب اصلا بيجي من الخضار الطازج. وعلشان تعوض فيتامين ب، طبعا الناس اللي بتربي العصافير عارفين الكلام ده، لانهم بيأكلهم العصافير دايما بيحط لهم الخضار، لكن الحمام عشان مش بنأكله خضار فدايما بيكون محتاج لفيتامين ب اللي انت تعوضه بفيتامين ب. فطبعا هو اشهر حاجة عند المربين الحمام اللي هو فيتامين ب 12 ده، وفي ديكال بي ديكال برضو ادوية بشرية رخيصة. زي ما قلنا الحمام بيكون محتاج، لان هو مش بنعطيله بنقدم له خضار، احنا بنقدم له حبوب جافة. مهم جدا فيتامين ب، مهم للانقباض وانبساط العضلات يعني في الاجنحة، الحمام اللي بيطير وخاصة الزاجل بتاع السباق. مهم لامتصاص الحديد، الناس اللي بتشتكي من طول فترة القلش، اللي عندهم فترة القلش بتغيب او بتطول، تغيير الريش يعني، حتى لو اعطيت الحديد بيكون برضو فترة القلش طويلة، يبقى الحمام محتاج فيتامين ب اللي بيساعد على امتصاص الحديد. دي حاجة مهمة جدا، لو انت عطيت حديد مثلا لقيت الحمام عنده انيميا ولسه الحمام ضعيف، يبقى الحمام محتاج فيتامين ب علشان يساعد على امتصاص الحديد. الحمامة ومعلش قادرة تقف على رجليها ونفش ريشها، حمامة باضت مثلا، يقول لك ايه الحمامة باضت
وبعد ما باضت الحمامة ما عادتش قادرة تقف على رجليها، ونفش ريشها كأنها عيانة، وأعطتها كلسم وما جابش نتيجة. يبقى لازم تعطيها فيتامين ب، لأنه بيدخل على في الجهاز العصبي والأربطة زي ما قلنا، لأن نقص فيتامين ب بيسبب المشكلة دي. فيتامين ب مهم جدا جدا للجهاز العصبي زي ما قلنا، هو اللي بيحافظ على اتزان الطيور. يعني زي ما شفت عندي الطيور كده، طبعا بعد فترة العلاج الطويلة اللي اعطيناها مضادات حيوية، كنا بنعالج تنفسي وبعد كده عالجنا سلمونيلا. السلمونيلا طبعا بتأثر على الجهاز العصبي، اللي هي في النتيجة في الآخر بتتقلب للروشة أو الهزة اللي بنقولها، أو زي ما تسميها حضرتك. واحد يقول لي الحمام بيجي يطير يخبط في الحيطان، هو ده علاجه. يعني اللي يقول الحمامة بتيجي تطير كده ومش قادرة تتزن، مش عارفة هي رايحة فين، تخبط في الحيطة وهي بتطير، نقول له ادي فيتامين ب. ده لو ما فيش اصلا عند الحمام سالمونيلا، يعني بيقول لك لو في سالمونيلا يعني ما احنا بنقول ما تعطيش اي فيتامينات مع الاسهال. واذا اعطيت حضرتك فلاجيل زياده جرعه جت زايده، الحمام بعدها حصل له اللي حصل له، ممكن يجي له الروشه بسبب برضه جرعه زايده، او مضادات حيويه برضه جرعه زايده يجي له الروشه زي كده، فبرضه محتاج تعطيه فيتامين ب. يعني زي ما قلنا بعد مرض السلمونيلا بناتي، اذا الاسهال راح، اذا ما عادش اسهال بناتي فيتامين ب. اذا الحمام جاله هزة ومش عارف يعرف ياكل لوحده بناتي فيتامين ب. طيب اشهر الادوية ايه اللي هي اشهر الادوية الموجود فيها فيتامين ب؟ فروتال بشري، كل الادويه اللي احنا بنقولها دي بشري يا جماعه. فيتامونت، ديكال بي 12، بي ديكال اللي هو اخو اللي معنا، احنا معنا ديكال بي 12، هو بي ديكال هو زيه تقريبا. وفي حقن اشهرها طبعا المشهور عندها الناس القدام اللي زي حالاتي، كان في حقنه اسمها ديبوفيت، كانت حاجه رخيصه جدا. احنا معانا نوع تاني اهو، اي يعني اي نوع فيتامين ب موجود عندك، ده طبعا حاجة فايضة عندي في البيت، فانا جبتهم علشان اعطيهم للحمام. طيب لو هنأتي شراب في الفم مباشرة، اللي هو الدواء ده، هنأتي 1 سنتي او اي دواء من الانواع اللي قلناها قبل كده، هنأتي 1 سنتي في الفم مباشرة، ونأتي 5 سنتي لو جماعي في لتر المية، لو بتربي جماعي 5 سنتي في لتر المية، وسنتي لو فردي في الفم مباشرة، يعني السنتي وال5 سنتي في المية في لتر المية. لو هنأتي زي ما حقن، هنأتي في عضلة الصدر 30 شرطة زي ما هنوري لحضرتك دلوقتي عملي. هنأتي في الصدر 30 شرطة بسرنجة الانسولين من الامبولة اللي قدام حضراتكم دي. يبقى هنأتي 30 شرطة بسرنجة الانسولين دي لمدة 3 ايام، بعد كده نريح اسبوع، وبعد كده ناتي 3 ايام. ده بالنسبة للفرد المرووش يا جماعة، خد بالك الفرد المرووش غالبا احنا بنجتهد، غالبا هو ملوش الهزة او الروشة اللي بتصيب الحمام، غالبا ملهاش علاج، لكن احنا بنعمل اللي علينا، بنجتهد، بننتف ريش الرقبة، بنشرح او بنعملها بسن سرنجة زي ده، بنخرج الدم اللي هو الفاسد اللي هو بيكون عامل جلطة. هنأتي كمان اللي هو فيتامين ب علشان اللي هو مقوي للأعصاب، زي ما قلنا مقوي الأعصاب بيعالج الحكاية دي. طبعا ده الكلام ده للحمام السليم، لكن احنا بنحاول للحمام المهزوز. أما لو الحمام مش مهزوز، يعني احنا هنأتي 3 أيام ونريح أسبوع ونرجع نأتي 3 أيام. أما لو الحمام مش مهزوز هنأتي 3 أيام كفاية، وليكن كل شهر قوقاية، يعني لو استمرت عليه في أي فيتامين ب أأتي 3 أيام دائما. في انواع كتير بيطريه، لكن ممكن تكون البشره ارخص زي اللي احنا جايبينها دي. اعطاء الدواء شراب زي ما قلنا في الفم 1 سنتي للفرد و5 سنتي في اللتر للجماعي. فيتامين ب مفيد جدا، نسيت اقول لكم مفيد جدا في معدل التحويل، يعني الحمام هياكل ويستفيد من الاكل اللي بنسميه ايه، نقول عليه معدل التحويل، اللي هو الحمام ياكل يبان عليه الاكل والزغاليل يكبر حجمها. طيب انا اجيب دلوقتي عشان موضوع الفيديو ما يطولش اكتر من كده،
هنجيب فرد نحقنه مع بعض. الأول نفتح، طبعا احنا ما زلنا لسه بنأكل الحمام اللي بره ده، هنضيف له النهارده بعد ما هنحقن الحمام التعبان 30 شرطة. هو زي كده اللي ما شافش واحنا بناتي الدواء قبل كده الحقن نحقنه في الصدر ازاي، هنوريله النهارده بالدواء ده. يبقى انا معايا الحمامة التعبانة دي اللي هي هنحقنها بالدواء اللي هو فيتامين ب زي ما قلنا. نشوف حتة في الصدر، حتة كبيرة كده، حتة جامدة، عضلة قوية، وناتي الحقنة بسرنجة الأنسولين السن للآخر بس كده تمام بالشفة. يبقى كده هنستمر على الموضوع ده 3 أيام، ده بالنسبة للحمام المرووش، وهنريحه هنريحه أسبوع، وبعد كده ناتي 3 أيام مرة تانية. ده طريقة الحقن. وهنأكل الحمام بقى كله. ارجو ان ما اكونش اطلت على حضراتكم بموضوع الفيديو طول. طبعا انا هاكل النهارده وهضيف على الاكل بتاعنا محلول معالجه الجفاف عشان الفيديو ما يطولش. نكتفي بهذا القدر. ارجو يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.